من صباح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدا مع مجلس اداره اتحاد الكره اللي وافق على طلب فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بانطلاق معسكر الفراعنه يوم 2 يناير الجاي استعدادا لبطوله امم افريقيا واللي هتقام في كوت ديفوار خلال الفتره من 13 يناير ومكمله لحد 11 فبراير 2024. فريق طلائع الجيش فاز على البنك الاهلي بنتيجه 2-0 في المباراه اللي جمعتهم امبارح على استاد جهاز الرياضه في افتتاح مباريات بطوله الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024. أحمد متعب لاعب فريق طلائع الجيش حصل على جائزة أفضل لاعب في مواجهة فريقه أمام البنك الأهلي وده في الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز. والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خاض مرانه امبارح على ملعب إتتش استعدادا لمباراة المصري النهاردة على استاد برج العرب وده ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز. وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة بالفيديو مع اللعيبة قبل المران للحديث عن كافة الجوانب الفنية والخططية وخاض الفريق فقرة إحماء وبعض الجوانب البدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة. إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي حرص على الاجتماع مع اللاعبين خلال آخر تدريبات الفريق وده استعدادا لمواجهة زاد النهاردة وده في إطار منافسات الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز 2023-2024. وطالب إيهاب جلال اللعيبة بضرورة بذل الجهد من أجل الفوز بالنقط الثلاثة وحذر البدايات من البدايات السيئة اللي ممكن تسبب في وضع ضغوط على الفريق. المحكمتان شاهندة المغربي ويارا عاطف هيشاركوا في إدارة مباريات البطولة الدولية للسيدات في النسخة الثانية على التوالي بترشيح من الاتحاد السعودي لكرة القدم. وانطلقت امبارح منافسات البطولة الدولية الودية للسيدات 2023 في مدينة الطائف وهتستمر لحد 30 سبتمبر الحالي. بعثت الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي وصلت امبارح سنغافورة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية انتركونتيننتال. بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي قال الفريق يبدأ الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا وهدفه التتويج باللقب من جديد وأكد أن في كل موسم بيبدأ الفريق المنافسة بالمباراة الأولى والهدف دايما هو الانتصار. النادي الأهلي القطري أعلن تعاقده رسمياً مع اللاعب الألماني يوليان دراكسلر قادماً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وذكر النادي الأهلي في بيانه الرسمي أن دراكسلر وقع على عقود انضمامه لمدة موسمين هتنتهي في الصيف 2025. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية ونرجع مرة تانية لمنى وشاذلي نكمل معهم باقي فقراتنا. شكراً لك يا لمي.